ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ النهارده هنعمل طريقة حلوة قوي للكفتة. نص كيلو عمل الكمية اللي انت شايفاها دي، وهنعملها كمان بالخضار. هنزود الكمية ازاي؟ هقولك هنعملها ازاي. طبعا انا هعملها النهارده بالبرغل، وخليها لك طرية وجميلة جدا زي ما انت شايفاها كده، مستوية من جوه وطرية وجميلة. طبعا واحط تحتها خضار زي ما انت شايفه كده. طبعا قبل ما ابدا معاكم وصفتنا النهارده، يا ريت بقى لاول مره يشوفني يشترك في القناه ويفعل الجرس على الكل عشان يوصله كل جديد، ولايك وشير، وتعالوا نبدا وصفتنا الجميله النهارده. ودلوقتي هبدا معاكم الطريقه. طبعا زي ما انتم شايفين كده، انا معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه، معايا هنا نص كوبايه من البرغل، غسلتها لحد ما ميتها بقت بيضه خالص، وصفيتها من الميه وما نقعتهاش. وخلي بالك من حته ان انا ما نقعتهاش دي خالص. هنيجي هنا بقى على اللحمه المفرومه، ومعايا التوابل طبعا اللي هقول لكم عليها دلوقتي. معايا زي ما انتم شايفين كده اللحمه المفرومه، هنضيف عليها ايه؟ هنحط عليها معلقه من البيكنج باودر، والبيكنج باودر ده بصراحه يعني بيخلي الحاجه كده هشه معاكي، الكفته هشه وجميله. طبعا هنركن اللحمه على جنب، هنبتدي بقى ان احنا نجيب كده البرغل عندنا، فنضيف حاجه بالشكل ده. وهحط عليه بقى، عندي هنا بصلايه مبشوره ناعم اهو، بصلايه كبيره احطها عليه بميتها بكله. وعندي هنا يعني كام عود كده من البقدونس مقطع صغير بالشكل ده، وابتدي بقى ان انا احط عليهم التوابل. التوابل بقى عباره عن ايه؟ ملح بتاع نص معلقه من الملح كده، مش هحط كتير لاني ممكن تبقى تملح منك، فما تحطيش كتير لان اللحمه البرد اللحمه المفرومه بيظهر فيها. هحط نص معلقه من الفلفل بالشكل ده، هحط معلقه صغيره بابريكا، وده عشان يديها لون حلو قوي. هحط السبع بهارات، ولو عندك بهارات فراخ حطيها. احط ربع معلقه صغيره، احط حبهان مطحون بتاع ربع معلقه برده صغيره، واقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. وهحط كمان قرفه، القرفه بتديها طعم حلو قوي. القرفه هحط بتاع ربع معلقه صغيره كده. اللي ما بيحبش القرفه، هي مش هتظهر في الاكل، بس اللي ما بيحبش القرفه تقدري تحطي بدلها جوز الطيب. وابتدي ان انا اقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. بالشكل ده. طبعا انت هتحسي ان البرغل لسه محبب، ما تقلقيش هيشرب من الميه بتاعت البصل وهيطرى معاكي، فما تقلقيش خالص ان احنا ما نقعناهوش، هو هيطرى معاكي. بس هنسيب الكلام ده كده، هنسيبه لمدة نص ساعة بالشكل ده لحد ما يشرب المية بتاعت البصل. وتعالوا بقى نعمل ايه دلوقتي؟ هنجهز الخضار اللي احنا هنعمل هنحطه تحت الكفتة. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين بقى، جبت الصينية اللي هشتغل فيها على طول، احط فيها حبة من الزيت كده صغيرين، ومعلقة من السمنة اهي. هنعمل ايه بقى؟ عندي بقى الخضار بتاعي، عندي هنا زي ما انتوا شايفين بطاطس مقطعة حلقات، معايا كوسة، معايا هنا جزر انا مخزناه، ومعايا بصل،
وهبتدي بقى ان انا انزل بالكلام ده كله كده كله مع بعضه. انزل بالجزر البطاطس الكوسة طبعا دي كلها بتدي قيمه غذائيه وهتاخد من طعم الكفته وهتبقى طعمها زي العسل. واقلب بقى الكلام ده كله كده مع بعضه. احط كمان البصل مقطعه حلقات ودي احسن صينيه كفته بالبرغل بالخضار. هبتدي بقى ان انا انزل عليهم بالتوابل. التوابل بتاعتي ايه؟ معايا رشة فلفل كده وملح. طبعا انا عاوزة ابهر كل الخضار بتاعي غير ان هو كمان لسه هيشرب من الكفتة. هنا معايا بهارات شوية حبان صغيرين كده وحبة من البابريكا بس. وانا اقلب الدنيا دي كلها كده مع بعضها وهحط لها حبة مية صغيرين بس لان الكفتة مش هتاخد وقت. انا عشان بس ادي للخضار ده نص سوا كده احط له حبه ميه واغطش عليه ونرجع بقى نشوف الكفته بتاعتنا هنعملها ازاي او هنصبحها ازاي. زي ما انتم شايفين كده احط عليها حبه ميه حبه ميه كده. طبعا هي لسه هتنزل ميتها فمش هحط ميه كتير. الخضار سواء بس اغطش عليهم بقى ياخدوا كده من التوابل اللي انا حطيتها ويستووا نص سوا ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه تاني. طبعا كده انا اديتها غلوه كده شربت الميه بتاعتها وفي نفس الوقت استوت نص سوا. هبتدي بقى ان نحط طماطم كده طماطم واحده اتنين زي ما تحبي. ده هتاخد من الصوص طبعا بتاع الكفته. اهي تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الكفته بقى. هفضي البرغل على طبعا الاول زي ما انتم شايفين نحط بيكنج باودر هقلبه بالشكل ده كده هخلطه بيه وبعد كده هنزل بالبرغل بتاعي. هبتدي بقى ان انا اخليهم كده يندمجوا مع بعض بالشكل ده. طبعا كل ده هيختفي معايا دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا دلوقتي. في نفس الوقت اللحمه يعني هتحسي ان اللحمه ما فيهاش اي حاجه غير ان هي كلها لحمه. مش هتشوفي فيها البرغل ده خالص. اهم حاجه لنجاح الكفته هي ان انت تفضلي تعجني فيها كده لحد ما كلها تتسمك في بعضها بالشكل ده. هوريها لك بقى في الاخر. ودلوقتي زي ما انتم شايفين كده اتسمغت بالشكل اللي انتم شايفينه ده اهي. هنعمل ايه تاني؟
عندي هنا خمس معالق من الميه على خمس معالق من الزيت على بابريكا. لو حابه ان انت تحطي صلصه حطي. دلوقتي هعمل ايه بقى؟ هجيب عصايه شيش طاووق بالشكل ده وهبل ايديا كده، هاخد قطعه من عندي بالشكل ده كده حسب بقى الحجم اللي انت عاوزه تعمليه، وابتدي ان انا احطها كده. تقدري بقى تصغريه عن كده، تكبريه براحتك خالص. ابتدي ان انا اعمل ادهن ايديا، تديها لمعة حلوة. نقدر ان احنا نصغره عن كده، ناخد قطعة تاني. نقدر نقسمها على اتنين، هبل ايديا كده. وامسح بيها وامعمله بالشكل ده. هبتدي ان انا بقى اخلص كل الكميه بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين كده خلصنا نص كيلو، عمل قد ايه. طبعا هنولع عليه البوتاجاز من فوق دلوقتي وهغطيه. انا ما بحبش ان انا اسويها في الفرن كده، بيبقى افضل واحسن، بتطلع معاكي طريه وجميله. هحطها دلوقتي على النار واغطيها، ولما تستوي اوريها لكم. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين كده خلصت الكفته ودخلتها بس الفرن كده، خدت لون بسيط. هبتدي بقى ان انا جبت فحميه ولعتها، حط عليها حبة زيت صغيرين، وهغطيها بقى واسيبها كده لحد ما تاخد ريحة الفحم. وبكده زي ما انتوا شايفين بقى خلصت وصفتنا النهاردة. طبعا بصوا طرية خالص، بصوا مستوية من جوه خطيرة. طبعا ده غير ريحتها وطعمها، اكيد هيبقى خطير. طبعا الخضار طبعا تحتها المستوي، تنفع كمان للي بيحبوا ياكلوا الخضار، يعني ياكلوه كده ممكن بالمعلقه. طبعا وصفه جميله وسهله، تقدروا تعمليها في ساعه زمان تكوني مخلصاها، سواء بتشتغلي او مستعجله. اتمنى بقى لو اول مره تشوفيني تشتركي في القناه وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير، وانتظروا الفيديو جديد ان شاء الله. وباي باي.